بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين معالي السيدات والسادة الوزراء سعادة السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي في الجزائر سعادة أمين العام للمنتدى دول المصدرة للغاز السيدات والسادة الخبراء ضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني أن أرحب بضيوفنا الكرام في الجزائر، وأغتنم فرصة لقائي بحضراتكم لأعرب عن مدى شكري وامتناني لحضوركم المتميز في هذا الاجتماع الوزاري الاستثنائي الذي يعقد عشية القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدره للغاز المحطه الهامه والابرز لتعزيز الحوار والتعاون البناء بين دول الاعضاء في هذا المقام اثمن حضوركم وحرصكم على المشاركه في اثراء نقاش اعمال هذا الاجتماع التي من شانها ان تعزز وتدعم وتدعم هذا الحدث الذي من خلاله نؤكد التزامنا ووعينا الجماعي على ضروره تكثيف التعاون والتشاور والمضي قدما لصياغه اقتراحات وتوصيات فعاله لرفعها الى الاجتماع قمه غدا ان شاء الله من اجل اتخاذ القرارات ورفع التحديات التي ستواجه بلاد بلداننا في المستقبل. وانه لمن دواعي الاعتزاز والافتخار ان تستضيف الجزائر هذا الحدث الهام تحت القياده الرشيده لفخامه رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون والجزائر لن تدخر اي جهد لإنجاح أعمال وفعاليات هذه القمة الهامة. وفي هذا الإطار وبناء على توجيهات سيد رئيس الجمهورية عملت الحكومة الجزائرية بكل عزم وتفان بغية إنجاح هذه القمة وتمكين قادة تمكين قادة الدول الأعضاء المنتدى من مناقشة اهم القضايا المرتبطه بالتعاون في مجال تطوير ودعم دور الغاز الطبيعي في من المناقشه ودعم الدور دور الغاز الطبيعي في تحقيق الرفاهيه لبلداننا والمساهمه في تحقيق الامن الطاقوي العالمي. سيدات وسادة الوزراء ضيوفنا الكرام كما تعلمون ان الجزائر بصفتها عضو مؤسس لمنتدى الدول المصدره للغاز وانطلاقا من كونها دوله رائده في صناعه الغاز الطبيعي كانت ولا زالت تستثمر كثيرا في مجالات الاستكشاف والتطوير والمعالجه والنقل والتسويق الغاز الطبيعي كما انها تعمل بفضل خبره عمال وعاملات شركتي سوناتراك على تعزيز مكانتها كمورد تاريخي وموثوق للغاز الطبيعي ومواصلة الوفاء بالتزاماتها والحرص على الحوار مستمر مع شركائها لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة صناعة الغاز الطبيعي وانطلاقاً من موارد الغاز الطبيعي الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يمنحها الأفضلية في الأسواق العالمية وامتلاكها بنية تحتية هامة على كل سلسلة قيم كل سلسلة القيم كل هذه المقومات ستسمح لها بتحقيق أمنها الطقوي والمساهمة في تلبية الطلب العالمي من خلال تصدير كميات هائلة عبر خطي الأنابيب الغاز وكذا الغاز المميع نحو مختلف مناطق العالم. كما أن الجزائر تعتبر كما أن الجزائر تعتبر من بين أهم الوجهات والدول الجذابة للمستثمرين بالنظر إلى إمكاناتها من الطاقه الطاقات الاحفوريه وكذا الجديده والمتجدده وفقا لاطار تنظيمي وضريبي محفز ومرن لترقيه الاستثمار والشراكه. سيدات والساده الوزراء ضيوفنا الكرام، نجتمع اليوم في سياق تغيرات جيوسياسيه وهيكليه كبيره تشهدها اسواق الطاقه خاصه الغاز مما يوجب علينا دراسة ومعالجة القضايا الرئيسية التي من بينها التحول التدريجي إلى الاقتصاد عالمي يعتمد على مصادر طاقة نظيفة من أجل مواجهة التغير المناخي الذي يمثل تحديا وفرصة في نفس الوقت. إذ من المتوقع أن يلعب الغاز الطبيعي الذي يعتبر طاقة المستقبل دورا أساسيا. في تحقيق الانتقال الطاقوي سلس وعادل على مدى البعيد كما تبرزه وتؤكده عديد الدراسات لا سيما تلك المنجزة من قبل منتدى الدول المصدرة للغاز بالإضافة إلى ذلك فإن الاستثمار في موارد الغاز الطبيعي يتطلب كثافة, كثافة عالية لرأس المال لذا كان من الضروري اجراء حوار مستمر وجاد بين منتجي ومستهلكي لبناء رؤيه استشرافيه مشتركه تقر 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 بدور بالدور المتنامي للغاز الطبيعي في مزيج الطاقه العالمي باعتباره مصدرا مستداما وتنافسيا يضمن الامن الطاقوي شريطه تثمينا شريطة تثمينا أفضل وعادلا للجميع والجدير بالذكر أن التكنولوجيا ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل الغاز الطبيعي لذا تتشرف الجزائر باستضافة المقر الرئيسي للمعهد الأبحاث الغاز التابع للمنتدى الذي تم تجسينه يوم أمس والذي سيشكل أداة رئيسية لتحفيز تعاوننا العلمي في ميادين البحث والابتكار التكنولوجي من أجل تطوير صناعة الغاز الطبيعي لا سيما من خلال المشاريع ذات الأولوية المشتركة التي تهدف إلى بناء أنظمة طاقوية مرنة ومستدامة سيدات وسادة الوزراء ضيوفنا الكرام قبل أن نختتم مداخلتي اود ان اذكر حضراتكم ان الجزائر قد احتفلت بدايه من هذا الاسبوع بذكرى 53 لتامين المحروقات الصادف ل 24 فبراير 1971 الذي يشكل نقطه تحول هامه في صناعه المحروقات في الجزائر كما انها تعتبر فرصه سانحه لنا لاعاده التاكيد ودعم الحقوق السياديه الدائمه لجميع البلدان على مواردها الطبيعيه وفي الاخير اتمنى ان يكون هذا الاجتماع الوزاري ثري ومثمر من خلال المواضيع والنقاشات التي سوف يتناولها والتي مما لا شك فيه انه سوف تعزز التعاون والتشاور والمشترك لتحقيق التقدم والرخاء للجميع بلداننا كما اود ان اشيد بالعمل الجبار الذي قامت به امانه المنتدى دول المصدره للغاز من اجل تحضير اعمال هذه القمه السابعه واخص بالذكر سعاده الامين العام المنتدى المهندس محمد الهامل وطاقمه كما اتقدم باسمع عبارات الشكر والامتنان لكل من ساهم في اعداد الجيد لهذا الحدث كما أود من هذا المنبر أن أقدم شكري وتقديري لمجموعة العمل رفيعة المستوى على كل الجهود التي قدموها لإنجاح قمتنا هذه. وأهنئ معالي السيد أوجي وزير الطاقة لجمهورية إيران الإسلامية على ترأسه لقمة للقمة الوزارية لسنة 2024، متمنيا له كل النجاح والتوفيق. وفي الختام اجدد شكري لكم على التزامكم وتعاونكم ومشاركتكم الفعاله معنا، وبشكل خاص اولئك الذين يزورون الجزائر اول مره، واملي ان تكونوا تكون اقامتكم طيبه ومريحه. شكرا على كرم الاصغاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.